الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي هيأ أسباب هذا المجلس الكريم، وأسأل الله جل في علاه أن يجعله مجلسا نافعا ومباركا. كلامنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون حول حاجتنا إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. ولا شك أيها الإخوة الكرام أن معرفة الله ليست بالأمر الهين، ونقصد بمعرفة الله معرفته حقا، لأن كثيرا من الناس يزعمون أنهم يعرفون الله لكن يتبين أنهم لا يعرفون الله حقيقة. فلذلك لا بد أن نبدأ بهذا العلم وأن نطلبه، لما يضفي على المؤمن من ثمرات وفضائل. وسيتبين إن شاء الله تعالى من خلال سرد بعض هذه الفضائل هذه الحاجة التي نتحدث عنها. واش المسلم محتاج يتعرف على الله عز وجل أو أنه في غنى عن ذلك؟ فمعرفة الله عز وجل سبيل إلى محبته، فمن عرف الله عز وجل أحبه ولا شك، ومن عرفه أجله وعظمه سبحانه وتعالى، ومن عرفه وحده وتوكل عليه سبحانه وتعالى، ومن عرفه سبحانه وتعالى لم يسأل غيره ولم يستعن بسواه، ومن عرفه سبحانه وتعالى وثق بنصره ولم ييأس من رحمته سبحانه وتعالى. هذه كلها أمور ذكرها العلماء، وكلها مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقبل البدء لا بد أن نشير إلى أن شرف العلم من شرف المعلوم كما يقال. العلم إنما يشرف إذا علمنا شرف ذلك المعلوم الذي نتحدث عنه. ولا شك أن أفضل علم هو ما يوصلك إلى معرفة الله عز وجل، فهذا أشرف العلوم على الإطلاق. فلذلك ينبغي البداءة به والاشتغال به. ونحن نذكر دائما في مجالسنا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والرسل جميعا دعوا أقوامهم إلى معرفة الله عز وجل، وإلى توحيده، وإلى إفراده بالعبادة سبحانه وتعالى. ما من نبي إلا ودعا قومه إلى عبادة الله، ونهاهم عن الإشراك به سبحانه وتعالى. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. إذن شرف هذا العلم يأخذ من شرف المعلوم الذي نتحدث عنه، وهو الله سبحانه وتعالى. يقول ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه: أفضل العلم العلم بالله، أفضل العلم العلم بالله، وهو العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله. طبعا هذا الكلام إنما نحتاج لنقل النصوص عن الأئمة من أجل تأكيده، لأن كثيرا من الناس ممن جهل هذا القدر يعاند في ذلك ويصد عن ذلك. يعني بزاف الناس، وهذا قد تسمعونه دائما في وسائل التواصل وفي المجالس، كثير من الناس يزهد في معرفة هذا العلم الشريف. كيقول لك اش بغيتي تدرس؟ أسماء الله وصفات الله وأفعال الله، لماذا تدرس هذا؟ هذه أمور نظرية لا نحتاجها، لكن سيتبين إن أمعن المسلم النظر بأن هذه العلوم هي أجل العلوم على الإطلاق، فإننا محتاجون إليها ولا بد. فلا بد أن نعلم أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، له الأسماء الحسنى، أسماؤه كلها حسنى، هناك الحسن وهناك الأحسن. فأسماء الله عز وجل كلها حسنى، ليس فيها نقص، وكذلك صفاته سبحانه وتعالى ليس فيها نقص،
صفاتنا نحن المخلوقين فيها نقص كثير، فيها نقص كثير، ومن بلغ من شيء منها الكمال فإنما هو كمال نسبي، كمال جزئي. يعني واحد البشر إنسان إذا بلغ كمالا ما في خصلة ما فإنما هو كمال جزئي، كمال ناقص بقدر البشر ونقصه. فاش كنقول واحد الإنسان مثلا كريم، إلى أين يبلغ كرمه؟ هل يستطيع أن يكرم الناس جميعا وأن يفي بحاجاتهم ومسائلهم فيعطي كل سائل؟ هذا لا يستطيعه أحد من البشر، ومع ذلك نصف بهذا الوصف الكريم، كنقول له فلان كريم. وكذلك قس على هذا جميع الصفات، فلان قوي مثلا، أين تبلغ قوته؟ قوته بحسب عجز الإنسان، فيكون أقوى من غيره من بني جنسه، لكن قوة الله عز وجل ليست كقوة البشر، لكن سمع الله عز وجل ليس كسمع البشر، سمع البشر له حد وينتهي إليه، كنبقاو نسمعوا الكلام ونسمع الأصوات، فإذا بعد الصوت عنا أو بعدنا عنه فإنه يتلاشى شيئا فشيئا حتى لا نسمع منه حرفا واحدا. وكذلك قل بالنسبة للبصر، فبصرنا محدود وله حد وله منتهى، لكن الله عز وجل يرى. ومقتضى معرفة المسلم بهذه الصفات يثمر له خوفا وخشية وإجلالا ومراقبة، يستشعر المسلم رقابة الله عز وجل. ولماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب في أصحابه أو وعظهم أو كلمهم يبدأ بما يعرف عند العلماء بخطبة الحاجة؟ خطبة الحاجة كان يفتتح بها النبي صلى الله عليه وسلم خطبه ومواعظه: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ثم ينزع الرسول صلى الله عليه وسلم ببعض الآي من كتاب الله، اختارها اختيارا ولم تأتي هكذا ضربة لازم. بعض الناس كيظن بأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يأتي هكذا غير، يعني كما كيجي كلامنا احنا، ربما كلامنا أحيانا لا يكون مرتبا ولا يكون مقصودا، ونحتاج أن نعتذر إلى كثير مما بدر منا من كلام لا نقصده. يقول ودي اسمح لي، راه كنت مقلق وقلت شي كلام ولكن ما كنتش قصده. كلام النبي صلى الله عليه وسلم منزه عن هذا، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فلذلك في هذه الخطبة التي كان يكررها على مسامع أصحابه رضي الله عنهم، كان فيها آية عجيبة من كتاب الله عز وجل من مطلع سورة النساء: إن الله كان عليكم رقيبا، إن الله كان عليكم رقيبا. تصور يا عبد الله، لو أننا كنا نتدبر القرآن ونفهمه ونعيه ونفقه عن الله عز وجل كلامه، ماذا تحدث فينا هذه الآية؟ إن الله كان عليكم رقيب، يكفي هذا والله يكفي. فاش كيعرف المسلم بأن الله عز وجل رقيب عليه، رقيب عليه، لا يخفى عنه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. الله عز وجل يسمعنا، الله عز وجل يرانا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين، تلك الأمور التي تنبه بها صاحبك وتحرص على أن لا يراها من لا ترضى. هذه احنا تنقولوا الغمزة، واحد الإنسان كيبغي يغمز صاحبه بلا ما يشعروا به الآخرين، هذه يعلمها الحق سبحانه وتعالى، يعلمها الحق سبحانه وتعالى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وهذا أعظم أعظم ما تخفي الصدور، هذه الخائنة التي تكون من الأعين، أنت تشعر بها بعض من تريد، لكن ما تخفيه في صدرك لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. إذن ربك عز وجل مطلع على ما في قلبك. إذن من آثار المعرفة لله عز وجل أن تستشعر رقابة الله عز وجل، وأن تعلم أنه سميع، وأن تعلم أنه بصير، وأن تعلم أنه قدير، وأن تعلم أنه قوي،
وأن له الأمر كله سبحانه وتعالى، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، يرفع سبحانه ويخفض ويعطي ويمنع ويحيي ويميت. هذه كلها من الصفات التي ينبغي أن يحرص المسلم على التعرف عليها وعلى العلم بها، ولها ثمرات عجيبة تحدث في قلب المؤمن الذي أيقن بهذه الصفات وصدق ما جاء في كتاب الله عز وجل، فإنها تحدث له أثرا عجيبا في حياته قبل مماته. رحنا فاش كنتكلموا على هذا الشيء، نريد أن نفهم عن الله عز وجل وأن نفقه خطابه من أجل سعادة الدارين، من أجل سعادة الدارين. راه بزاف ديال الناس كيظنوا بأننا حينما نتكلم عن الفقه وعن نتكلم عن التوحيد وعن معرفة الله عز وجل إنما نريد فقط النجاة في الآخرة، لا والله، بل نريد سعادة الدنيا وسعادة الآخرة معا. وهذا هو الذي ذكره ربنا عز وجل في كتابه في آي كثيرة من القرآن العظيم. إذن ابن رجب رحمه الله يقول: أفضل العلم العلم بالله، وهو العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله التي توجب لصاحبها معرفة الله وخشيته، معرفة الله وخشيته. إذا عرفت الله عز وجل حق المعرفة خشيته وخفته وهبته، تخافه بالغيب لأنك تعلم أنه سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسك، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين سبحانه وتعالى. إذن توجب لصاحبها معرفة الله وخشيته ومحبته وهيبته وإجلاله وعظمته والتبتل إليه والتوكل عليه والصبر عليه والرضا عنه والانشغال به دون خلقه. انتهى كلامه رحمة الله عليه. ولذلك حينما تتأملون هذا المعنى تعلمون لما كانت آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، ولماذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نجعلها من أوراد الصباح والمساء والنوم وأدبار الصلوات المكتوبة. علاش؟ لماذا؟ لأنها صفة الله عز وجل، ليس فيها حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي، وإنما هي صفة الباري سبحانه وتعالى. واقرأوا إن شئتم، تأملوا، نحن نسردها سردا وكل المسلمين بحمد الله تعالى يحفظونها. الله لا إله إلا هو إخبار بتفرده سبحانه وتعالى بإلهيته على جميع خلقه سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي الحي. وطبعا حينما نذكر هذه الصفة نعلم الفرق بينها وبين صفة الأحياء، فنحن أحياء لكن حياتنا مسبوقة بعدم ويلحقها فناء، لكن الله عز وجل حي لا يموت، حي لا يموت، حياته أزلية سبحانه وتعالى وكاملة. الحي القيوم الذي يقوم بغيره، فقوام حياتنا وأرزاقنا ونفسنا وجميع جوارحنا به سبحانه وتعالى، هو قيم السماوات والأراضين سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي النعاس أو مقدمات النوم. كثير من الناس لا يفقه السنة في اللغة. شنو هي السنة؟ السنة هي مقدمات النوم. احنا في الدارجة كنقولوا واحد إنسان كيكمع هو ماشي نعس، لم يغيب عن يعني الشهود، ولكنه يعني تصيبه السنة. الله عز وجل منزه عن ذلك كله، لا تأخذه سنة ولا يعني لا ينام ولا تعتريه مقدمة النوم التي هي السنة، لا تأخذه سنة ولا نوم. إذا قرأت هذه الآية وتدبرتها كما أمرك الله سبحانه وتعالى، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقد نعى الله عز وجل على أقوام لا يتدبرون القرآن، وجعل ذلك من الأغلال التي على قلوبهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هل هذه القلوب عليها أقفال فلا تعي القرآن ولا تفهمه
ولا تفقهه ولا تتدبره ولا تتفكر في معانيه. إذن لابد أن نتدبر هذه الآيات حينما نقرأها وبهذا ننتفع. إذن أنا فاش كنقرأ آية الكرسي في الصباح وفي المساء ودبر الصلوات وحينما آوي إلى فراشي وأخلد للنوم، لماذا أقرأها يا ترى؟ هل هي كلمات جوفاء لا حقيقة لها أمررها على لساني؟ لا بد أن يكون للقلب نصيب من كلام الله عز وجل. كتقرأ الآية وتتفكر فيها وكتدبرها حتى تنتفع بما جاء فيها. لا تأخذوا سنة ولا نوم حينما تعلم أن ربك عز وجل حي قيوم وأنه لا تأخذه سنة ولا نوم، فإنك تطمئن لأن خالقك سبحانه وتعالى قيم بك، يرعاك في نومك وفي يقظتك في حلك وفي ترحالك، فإنك تكون مطمئنا. شريطة أن تكون مطيعا له سبحانه وتعالى عابدا له، فحينئذ تكون في حصن حصين، تكون في حرز أمين. لماذا؟ لأنك عبد لله على الحقيقة. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، هذا ملكه سبحانه وتعالى. له، لا اللام هنا لام الملك، له يعني ما في السماوات، ما في السماوات، عمار السماوات، الملائكة والجن والبشر في الأراضين وجميع المخلوقات كلها لله سبحانه وتعالى. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هل يستطيع أحد من المشركين أن يثبت بأن خالقا غير الله خلق ذرة أو خلق نملة أو أحقر من ذلك؟ لا والله لا يستطيع. وما ادعى أحد ذلك أبدا، وإنما ادعوا أنهم يستحقون العبادة. قال أنا ربكم الأعلى، فرعون قال أنا ربكم الأعلى، فدعا إلى عبادة نفسه، لكنه لم يزعم أنه خلق بني إسرائيل، لم يزعم ذلك أحد. إذن هذه الأمور لابد أن نقرأها، أن نقرأها وأن نتدبر فيها. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ فالله عز وجل لابد أن يرضى عن الشافع وعن المشفوع، ويأذن للشافع أن يشفع، فلا يشفع من تلقاء نفسه أبدا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذا علم الله عز وجل، قد أحاط بكل شيء علما، ما بين أيديهم وما خلفهم. ما كان منا في الزمان الأول وما هو منا في حاضرنا وما سيكون منا، وهذا علم الله عز وجل الذي لا يدانيه علم أحد من العلماء أبدا. لذلك العلماء حينما يتكلمون عن علم الله عز وجل يقولون عبارة مشهورة يذكرها علماء العقائد، يعلم ما كان، يعلم ما كان وما سيكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. عجيب والله. يعني يعلم ما كان، هذه واضحة نقدر نفهمها، يعلم ما كان يعني هذا الشيء اللي كان في القرون الأولى، يعني قص علينا ربنا عز وجل في كتابه ما وقع من أقوام الرسل، قصة آدم عليه السلام ونوح عليه السلام ولوط عليه السلام وشعيب عليه السلام وداود وموسى وإبراهيم وجميع الأنبياء، هذه كلها أمور كانت قبل نزول القرآن. يعلم ما كان وما سيكون، يعني الذين يعيشوا الآن يعلمه الله عز وجل ولا يخفى عليه شيء منه سبحانه وتعالى، وما هو كائن إلى يوم القيامة، كل هذا يعلمه الله عز وجل. لكن أن يعلم الله عز وجل ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، هذا أمر عجب، هذا أمر عجب، ولا يستقر إلا في قلب المؤمن الذي يصدق بكلام الله عز وجل وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما دل عليه الوحي الشريف عموما. وما لم يكن لو كان كيف يكون؟ طبعا تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاض غزوات مع المشركين، وكان المنافقون
يحرصون على الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم ويظهرون الإيمان من أجل أن يعصموا دماءهم وأموالهم. ماذا يقول الحق عز وجل في شأنهم؟ لو خرجوا فيكم، طبعا هم ما خرجوا وما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. يعني لو خرجوا فيكم وكانوا من ضمن جيش المسلمين هذا فعلهم الذي كانوا سيفعلونه. هم أصلا ما خرجوا، ولكن كن خرجوا هاش كانوا غيديروا. إذن انظروا إلى علم الله عز وجل الذي أحاط بكل شيء، يعني العلم دياله ليس فيه زمان ومكان وماضي وحاضر ومستقبل، كل هذا في علم الله عز وجل. إذن قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذا بشيء يعني تفيد التقليل، لا يحيطون يعني جميع الخلق مهما بلغوا من العلم لا يمكن أن يحيطوا بشيء يسير من علمه إلا بما شاء، إلا بما أعلمه به سبحانه وتعالى. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا. إذن إنسان ما عندوش علم، وما حصله من العلم فإنما هو بإذن الله عز وجل سبحانه. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم ذكر شأن الكرسي وعظمته، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده أي ولا يثقله حفظهما وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية من الآيات العظيمة التي تدل على أن أشرف العلم هو معرفة الله عز وجل، لأن الله عز وجل جعلها أعظم آية في كتاب الله. وقرر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أبي بن كعب رضي الله عنه فقال له أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال نعم. فقال له سورة آية الكرسي. فقال ليهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك العلم يا أبا المنذر، كنية أبي رضي الله عنه، لأنه علم أن هذه أعظم آية من كتاب الله عز وجل. وأيضا من الأحاديث التي يذكر العلماء أنها من الأحاديث التي يذكر العلماء أنها من أعظم الأحاديث في صفة الرحمن سبحانه وتعالى، ما جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات. قام فينا أي خطب فينا، قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال إن الله لا ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ما فائدة عطف هذه الجملة على ما سبقها؟ إن الله لا ينام كافية، لكن لماذا قال ولا ينبغي له أن ينام؟ هذا ليس من صفاته، لأن النوم صفة نقص، لأن النوم صفة نقص. وصفات الله عز وجل كلها تدل على الكمال سبحانه وتعالى. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يخفض القسط ويرفعه، والقسط هو العدل، فالله عز وجل هو الذي يقيم العدل بين عباده سبحانه وتعالى. لو نام الله عز وجل وحاشاه وهو مدبر هذا الكون كله، ماذا يحصل للسماوات وللأراضين وللجبال وللبحار وللأنهار وللخلائق أجمعين؟ فالله عز وجل هو قيم السماوات والأرض سبحانه وتعالى، فلا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل. هذه الأعمال التي تكون من عباده فإنها ترفع له. علاش حنا كنقول بأن هذا العلم مفيد؟ معرفة الله عز وجل ومعرفة أسمائه ومعرفة صفاته ومعرفة أحواله أفعاله سبحانه وتعالى، هذا مفيد للعبد. حينما تعلم يا عبد الله أن عملك يرفع بالليل قبل أن يكون عمل الليل،
يعني هذا العمل اللي كنديرو. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن الملائكة يتعاقبون فينا ويحضرون صلاة العصر وصلاة الفجر ويرفعون إلى الله عز وجل أعمال عباده وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى، فيقول كيف تركتم عبادي؟ قالوا تركناهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. وتصور يا عبد الله الملائكة دائما كترفع واحد تقرير، وتكون أنت ممن يفرح بهذا التقرير، تكون ممن جاءته الملائكة وهو يصلي وفارقته وهو يصلي في عمل من أعمال الآخرة، في عمل من الأعمال الصالحة التي يرضاها ربك عز وجل. تصور لو كان العبد الشقي الذي ترفع الملائكة عمله الفاسد وترفع سرقته وانتهابه للمال وزناه وظلمه وغير ذلك مما لا يرضي الحق سبحانه وتعالى، كيف يكون حاله؟ كيف يكون حاله؟ إذن ربنا عز وجل يرضى عن عباده إذا علم أنهم يطيعونه ويعبدونه ولا يعصونه، فهذه الأعمال ترفع إلى الله عز وجل. ثم قال حجابه النور، حجابه النور، حجاب الله عز وجل الذي استتر به عن خلقه، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحات وجهه يعني بهاؤه وجماله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل له صفات الجمال وله صفات الجلال. صفات الجمال هي ما يدل على جماله سبحانه وتعالى كالرحيم والغفور والودود سبحانه وتعالى والتواب وقس على ذلك. أما صفات الجلال فكالكبير والقوي والمنتقم والجبار وقس على ذلك. هذه صفات الجلال التي تحدث في العبد خوفا ورهبة. والصفات الأخرى هي التي يرجو بها العبد رحمة ربه عز وجل. كذلك من الصور صورة الإخلاص التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم تعدل ثلث القرآن. لماذا؟ لأنها صفة الرحمن سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث أن بعض الصحابة كان يصلي بأصحابه فكان لا يصلي بهم صلاة إلا افتتحها بصورة الإخلاص ثم قرأ بعد ذلك بما تيسر من القرآن، فلما طال عليهم ذلك جاءوا فشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له إن صاحبنا يفعل كيت وكيت وكيت. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله لما تفعل هذا؟ لماذا تقرأ بصورة الإخلاص ثم لا تكتفي بها حتى تضيف إليه أخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تقرأ بغيرها؟ فقال إنها صفة ربي وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أحبك كما أحببته، إن الله أحبك كما أحببته. إذن هذه السورة، هذه سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هل فيها أمر؟ هل فيها نهي؟ هل فيها تحليل؟ هل فيها تحريم؟ إنما فيها خبر عن الله عز وجل، فيها صفة الله عز وجل. فلذلك كانت تعدل ثلث القرآن، كانت تعدل ثلث القرآن. إذن لا بد أيها الإخوة المسلمون أن نستشعر هذه المعاني وأن نحرص على طلب هذا العلم وأن نتعرف على الله عز وجل حق المعرفة. يقول الأصبهاني رحمه الله تعالى في كتابه الحجة في بيان المحجة، هذا كتاب لطيف لهذا الإمام، ذكر فيه هذا الكلام الذي ستسمعونه، يبين لكم أن معرفة الله عز وجل من أول ما ينبغي أن يطلبه المؤمن، خلافا لبعض أهل الأهواء الذين يزعمون خلاف ذلك. إذن قال بعض العلماء أول فرض فرضه الله على خلقه معرفته، هذا أول فرض فرضه الله على خلقه معرفته، أي أن يعرفوه. فإذا عرفه الناس عبدوه، فإذا عرفه الناس عبدوه. قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم هذا.
ينبغي أن تتعلم هذا، بأن الله لا إله إلا هو، أي أنه هو الذي يستحق العبادة دون غيره. طيب، هؤلاء الذين نرى من أحوالهم أنهم يصرفون كثيرا من العبادات لغير الله، هل هؤلاء عرفوا الله؟ هل هؤلاء تعلموا هذا العلم؟ هل هؤلاء كانوا حريصين على معرفة الله عز وجل من الكتاب والسنة؟ أم أنهم أخذوا ذلك عن أهل الجهالة وأهل البطالة وأهل يعني الخيانة؟ لا شك ولا ريب، لأن الذي يعرف الله عز وجل يحبه ويعبده ويوحده سبحانه وتعالى. قال: فإذا عرفه الناس عبدوه، قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فينبغي للمسلمين أن يعرفوا أسماء الله وتفسيرها، فيعظم الله حق عظمته. ولو أراد رجل أن يعابل رجلا طلب أن يعرف اسمه وكنيته. ضرب لي غير مثال يسير لا يعاند فيه أحد. أنت لو أردت أن تعامل رجلا، بغيت تدخل في واحد صفقة تجارية أو صفقة فلاحية مع رجل من الناس لا تعرفه، هل تفعل ذلك دون أن تطلب اسمه وكنيته على الأقل؟ أبعد هذا الرجل اللي بنا نخدمه معاه وبنا نتشاركه معاه وبنا نحطه مع هذا المبلغ هذا من أجل أن نستثمر ويعود علينا شيء من الربح، ما اسمه وكنيته؟ لا بدك تعرف بعدها على الأقل سميته وكنيته وشنا هو بعد المؤهلات دياله كذا، لا بد أن تعرف صفاته. هذا في البشر الذي يمكن أن يخادعك وأن يكذب عليك وأن يزيف تلك الحقائق كلها، ومع ذلك أن تطلب هذه الأسماء وهذه الصفات من المخلوق الذي تريد أن تعامله. قال: لو أراد رجل أن يعامل رجلا طلب أن يعرف اسمه وكنيته واسم أبيه واسم جده، وسأل عن صغير أمره وكبيره. فالله خلقنا ورزقنا ونحن نرجو رحمته ونخاف من سخطه، أولى أن نعرف أسماءه وتفسيره، أولى أن نعرف أسماءه وتفسيره. هذا الكلام أردد دائما بأننا لا نذكره هكذا عبثا ملءا للوقت وقطعا للزمن، لا، احنا الشكل نتكلم فيه عبادة، نذكر أسماء الله عز وجل ونتفقه فيها ونتطلب تفسيرها عبادة لله، لأننا نرجو بذلك الأجر ونرجو بذلك صلاح الدين وصلاح الدنيا. هذا الشيء علاش كنديروا هذا الشيء؟ ماشي احنا غير شط علينا الوقت وقلنا اش نديروا ما نديروا، أرى نقرأ أسماء الله وصفاته. فلذلك لما جاهل الناس هذا صاروا يتخبطون كما ترون. كم من إنسان ينسب إلى العلم وهو من أجهل الناس بهذه المعارف، من أجهل الناس بهذه المعارف، ويعتد بما معه من فتات من العلوم التي لا تسمن ولا تغني من جوع، كيقول لك عندي علم كذا وعندي علم كذا وعندي علم كذا. فإذا فاتك هذا العلم والله لا تنفعك تلك العلوم كلها ولو حزتها جميعها، تكون عندك تلك العلوم كلها ما نقصك حتى شي حاجه، وفاتك هذا العلم، هذا علم التوحيد ورأسه ان تعرف ربك الذي خلقك سبحانه وتعالى، فوالله ليس معك شيء من العلم النافع ابدا. فلذلك ينبغي ان نحرص على هذا وان نعرف قدره. فان من عرف الله عز وجل احبه، هذا من ثمار معرفه الله عز وجل. اذا عرفت الله احببته، اذا عرفت الله حقا احببته. ولا تحصل محبة الله إلا بمعرفته، ولا تحصل معرفته إلا بتدبر آياته والتفكر في أسمائه وصفاته. يقول ابن القيم رحمه الله، ابن القيم هذا نار على علم رحمة الله عليه، يقول: الرب تعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين، يعني هما سبيلان من أجل معرفة الله عز وجل: المعرفة الصحيحة المقصودة بكلامنا هذا، يعني تعرف من طريقين: النظر في مفعولاته، أول شيء هو أن تنظر في مفعولات الله. الله عز وجل له أفعال، له أفعال، يعني الله عز وجل يحيي، الله عز وجل يرزق،
الله عز وجل يرفع، الله عز وجل يعز. إذن هذه مفعولات الله عز وجل. إذن النظر في مفعولاته، والثاني التفكر في آياته وتدبرها، التفكر في آياته وتدبرها. قال فتلك آياته المشهودة، تلك آياته المشهودة التي نشاهدها بحواسنا، هذه الأمور كنشاهدها بالحواس ديالنا، نرى بأن فلانا حي، إذن حواسنا تدرك هذا، نرى بأن فلانا واسع الرزق، فلان غني، هذا الشيء كتدركوا الحواس ديالنا، فلان مثلا يعني فقير، فلان سقيم، فلان كذا. إذن هذه أمور نشاهدها وتقع عليها الحواس. إذن قال فتلك آياته المشهودة، وهذه آياته المسموعة المعقولة، وهذه آياته المسموعة المعقولة. إذن نحن نتدبر في هذين الكتابين، كتاب الله المتلو الذي نتلوه آناء الليل وأطراف النهار، ونتدبره ونتعرف على رسائل الله عز وجل وأوامره التي جاءت فيه، وأيضا نقرأ في كتاب الله المنشور، في كتاب الله المنشور، وهو ما يكون حولنا في هذه الدنيا وفي هذا الكون الفسيح. حينما تمطر السماء نعلم أن ذلك بأمر الله، حينما يمسك الله عز وجل القطر نعلم أن ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى، حينما يعز الله عز وجل أقواما ويذل آخرين، حينما يرفع أقواما ويضع آخرين، حينما يغني أقواما ويفقر آخرين، يحيي أقواما ويميت آخرين، هذه كلها آيات الله عز وجل المشهودة نتدبر فيها، هي التي تقودنا إلى معرفة الله. فإذا عرفناه أحببناه، إذا عرفناه أحببناه. المسلم الموفق يتدبر في نفسه، يتدبر في نفسه. والله لو نظر أحدنا إلى جوارحه وإلى أعضائه وإلى أعصابه وإلى شرايينه وإلى عظامه ولحمه وشحمه وإلى هذه الأمور التي في بدنه وتعقيداتها، طبعا الآن حينما تقدم الطب والتشريح نظر أهل الاختصاص إلى هذه الأمور، شرحوا بدن الإنسان فاطلعوا على كثير من التفاصيل التي احتوى عليها هذا البدن. فالمسلم يقف مشدوها أمام هذه العظمة وهذا الخلق البديع. الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم، ويستشعر العبد ذلك إذا أصابه شيء من النقص وشيء من السقم وشيء من المرض والخلل في بعض الوظائف التي يؤديها هذا البدن، كيعرف هذا عظيم خلق الله عز وجل. إذن الله عز وجل يحب من هذه الجهة، فإذا عرف العبد ربه عز وجل أحبه. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى من عرف ربه أحبه، من عرف ربه. ودائما نكرر بأن المعرفة المقصود بها المعرفة الحقة، المعرفة الحقة كما كان يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، وكما عرفه الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالحون من العلماء العاملين. هذه المعرفة اللي كنت نتكلموا عليها، من عرف ربه أحبه، ومن عرف الدنيا زهد فيها، من عرف الدنيا زهد فيها. احنا الدنيا دابا كلشي كنعرفوا الدنيا، شنو هي الدنيا؟ الدنيا هو هذا الذي نراه ونعيشه، الأموال والأولاد والتفاخر والتكاثر والتنافس، هذه الدنيا. لكن من عرف الدنيا نقصد بذلك من عرفها على حقيقتها، ومن عرف أنها لا تدوم لأحد، وأنها ظل زائل ومتاع لا يبقى. إذن فاش كيعرف الإنسان حقيقة الدنيا فإنه يزهد فيها، لا يتشبث فيها، ولا يبذل دينه من أجل تحصيلها. هذا هو المصيبة الكحلة الآن، بعض الناس يبذلون دينهم من أجل تحصيل الدنيا، كيف رد في الدين دياله من أجل تحصيل الدنيا. والله الذي لا إله إلا هو، لو أن الإنسان يجر على وجهه 1000 سنة وهو سقيم فقير
لا يروي على شيء، لكنه يعبد الله عز وجل ويعتقد ألوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى، لكان ذلك خيرا له من أن يملك الدنيا وما فيها. هذه قضية تعلق بالدنيا مصيبة، وما يتعلق بالدنيا على حساب الدين إلا من جاهل قدر ربه عز وجل. إذا شوفوا العلماء وأقوالهم، الحسن البصري تعرفونه، هو الذي قال العلماء في ترجمته ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء، يعني فاش بغوا يبينوا يعني الكلام ديال الحسن البصري وصفه بواحد الوصف اللي هو يليق بهذه الدرر التي ينثرها رحمة الله عليه، ما لقاو أحسن من هذا الوصف. هذا قال لك هذاك، واش هذاك الإنسان اللي الكلام ديالو كيشبه الكلام ديال الأنبياء، يعني كأنه وحي. لماذا؟ لأنه عبد الله وفهم عن الله عز وجل. ولله در بعض أهل العلم الذين قالوا يعني من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا، يعني جعل السنة هي الآمرة هي الناهية، جعلها آمرة أميرة على نفسه. من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن جعل الهوى ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة، من أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. لكي يتبع الهوى، ما تهواه النفس، الحاجة اللي فيها فلوس، الحاجة اللي فيها المناصب، الحاجة اللي فيها الدنيا، فإنه ينطق بالبدعة ويوافق أصحابها، بل ويتزلف إليهم ويجاملهم ويتقرب إليهم بما يغضب ربه سبحانه وتعالى. إذن شوف الحسن البصري رحمه الله يقول: ومن عرف الدنيا زهد فيها، ومن خلى عن الحب يعني عن حب الله عز وجل هذا، فلأنه اشتغل بنفسه وشهواته وذهل عن ربه وخالقه، فلم يعرفه حق معرفته وقصر نظره على شهواته ومحسوساته. يعني بقى عنده ذاك النظر قاصر على الشهوات وإرضائها وعلى المحسوسات ما تقع عليه الحواس، يعني البصر السمع الشم يعني اللبس كيتبع وغير إرضاء الحواس، ولا يسعى في إرضاء خالقه سبحانه وتعالى. لذلك مما يعني أذكره بيت كان يقال في هذا: قايست بين جمالها وفعالها. يعني الإنسان إذا قايس بين جمال الدنيا، طبعا الدنيا حلوة خاضرة، الدنيا حلوة خاضرة، يعني أنها تسلب الأنظار ويسيل لها لعاب أهلها فيحرصون على تتبعها وعلى جمعها والتكالب عليها والتنافس عليها، لكن أهل المعرفة بالله عز وجل يقايسون بين جمال هذه الدنيا وبين أفعالها بأهلها، كيف تغدر بهم وكيف تطيح بهم وكيف تبدلهم بعد العز ذلا وبعد الغنى فقران. يعني الدنيا هكذا تفعل بأصحابها. كم من إنسان كان في أعلى المناصب فصار في أدوانها، وكم من إنسان كان ثريا فصار فقيرا معدما، وكم من إنسان كان قويا يستطيل على الناس بقوته فصار سقيما لا يروي على شيء. إذن هذه فعال الدنيا بأهلها. إذن قيل: قايست بين جمالها وفعالها، فإذا الملاحة بالقباحة لا تفي، فإذا الملاحة بالقباحة لا تفي، يعني هذه الملاحة، الملاحة هي الوسامة هي الجمال الذي يسلب الأنظار، يعني إذا قارنت بينها وبين القباحة فإنها لا تفي، يعني ما تستاهلش. إذا أراد رجل أن يتزوج فتاة فنظر إلى جمالها فأبهرته، ثم أخبر عن فعالها وعن قبح أفعالها فإنه يزهد فيها، لأن الملاحة بالقباحة لا تفي، ولكن إذا كان فيها شيء نقص يسير مما لا يسلم منه البشر فإنه يقبله. إذن هذا معنى الكلام: قايست بين جمالها وفعالها، فإذا الملاحة بالقباحة لا تفي، لذلك يتركها الإنسان ويستعين بخالقه سبحانه وتعالى.
أيضا من عرف الله عز وجل خافه وخشيه بالغيب. الآن احنا نتكلم عن الثمرات، وهذا هو في الحقيقة فضل هذه المجالس، فضل هذه المجالس أن نتعرف على هذه الأمور. نحن لا نعطيكم كلاما مجردا، ماشي فقط نذكروا الكلام المجرد الذي يعني يكون منمقا، يكون مقفا، فتشنف له يعني الآذان وتطرب له الإسماع. لا، ماشي هذا هو المقصود. احنا ماشي جامعين هنا من أجل هذا الكلام، لا، نجتمع لنتكلم عن الله عز وجل، لنتعرف عليه، ولنتعرف على الثمرات التي يجنيها العبد إذا عرف ربه عز وجل. إذن من ثمرات معرفة الله عز وجل الخوف والخشية، الخوف والخشية. الآن حينما ترون الذين يتجرؤون على الله عز وجل تعرفون بداهة بأنهم لا يعرفون الله، لا يعرفون الله، ولله المثل الأعلى. لو أن إنسانا كان يتجرأ على البشر فتجرأ على إنسان ما وهو يجهل سطوته وقوته وقدره ومنصبه، ثم بعد ذلك أخبر، قالوا لي شتي هذاك فلان اللي جرأتي عليه وتكلمتي فيه وهجيتيه وكذا، عرفتي شكون هو؟ راه هو فلان بن فلان، راه اللي عنده كذا واللي المركز ديالو كذا. غادي يبات مسكين كيترعد. علاش؟ لأنه حينما افترى وحينما كذب كان يجهل حقيقة ذلك الإنسان، فلما عرفه وأيقن بالهلاك وبالانتقام وبما يجري عليه من ذلك خاف وارتجى. إذن من عرف الله عز وجل خافه. فهؤلاء الذين يتجرؤون على الله فيسبونه وينسبون له الولد، شوف الآن يعني النصارى ينسبون لله الولد، والله عز وجل منزه عن ذلك، وقد جاء في الحديث القدسي يؤذين ابن آدم، هذا من إذاية ابن آدم لربه عز وجل، يزعم أن له صاحبة وولدا، وهو الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد سبحانه وتعالى. إذن من كان بالله أعرف كان منه أخوف، من كان بالله أعرف كان منه أخوف. وإنما العلم الخشية، ويدل على ذلك قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومعنى هذه الآية أن العلماء هم الذين يخشون الله حق الخشية، العلماء هم الذين يخشون الله حق الخشية. وقد جاء أيضا بيان ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم يحفظ حديث الرهط الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، يعني جاءوا كيسولوا على العبادة ديال النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تكون عبادته في بيته، في ليله، في أهله، كدير العبادة دياله؟ نحن نعلم ونرى ونشهد عبادته في المسجد وعبادته في السوق وعبادته بين أصحابه، ولكن لا ندري شيئا عن عبادته في بيته. فجاءوا يسألون عنها، فلما أخبروا بها يعني أمهات المؤمنين أخبرنا هؤلاء الرهط الثلاثة بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، هاش كيدير وهاش كيدير وهاش الصلاة دياله وهاش الصيام دياله وهكذا وهكذا، فكأنهم تقالوها، لأنهم يفهمون العبادة غلوا ويفهمون العبادة يعني زهدا في الدنيا بالكلية، وهذا لم يأمر به ربنا عز وجل، بل قال ربنا عز وجل في كتابه ولا تنس نصيبك من الدنيا، ولا تنس نصيبك من الدنيا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يباشر أمر الدنيا، فكان يبيع وكان يشتري وكان يرعى الغنم في 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 شبابه، وكان يفعل أشياء مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من الدنيا ما أحل الله عز وجل ولا يفرط في نصيبه من الدنيا. إذن كأنهم تقالوها، جاءتهم هذه العبادة قليلة، ثم رجعوا إلى أنفسهم فقالوا وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كأنهم يعنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ذنبه كله، فيكفيه من العبادة الشيء القليل، أما نحن
فلا بد أن نجتهد فوق اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. وشوف دابا سبحان الله الإنسان حينما يقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم والله يستفيد استفادة عظمى إذا كان طالبا للحق، إذا كان طالبا للحق. شوف دابا غير هذا الحديث الذي أتينا به عرضا كم فيه من الفوائد، لو أردنا أن نفصل ما ذكر العلماء فيه على جهة الإجمال لما وسعنا هذا المجلس، ما وسعنا هذا المجلس أبدا. إذن غير هذا الصحابة اللي جاو كيسولوا، وعلاش كيسولوا يا ترى؟ لأنهم يريدون عبادة الله، هؤلاء يريدون الخير، يريدون أن يشغلوا أوقاتهم بطاعة الله عز وجل، وأحسن من يدلهم على ذلك هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك أتوا إلى بيته ليسألوا عن عبادته التي خافيت عنهم. رأى هذه العبادة اللي شافوا ديال الفروض التي تكون خارج البيت، رأوها وعملوا بها، لكنهم يستزيدون من العبادة، فأرادوا أن يسألوا عن عبادته في بيته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها بنت لهم قليلة، وقالوا ربما لأنه غفر لي الله عز وجل الذنوب. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، أنا ما بقيش نفطر غادي نصوم ديما. وقال الآخر وأنا أقوم ولا أرقد، قيام الليل على طول ديما. وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، فلا أتزوج أبدا. يعني ظن أن هذا من جملة المعاني التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، لكن لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم ونقلت إليه قام مغضبا، هذا كلام يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. والشاهد أنه جاء في بعض الروايات أنه قال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، أخشاكم لله وأتقاكم له، يعني أنا أشدكم خشية من الله وأشد تقا لله عز وجل. يعني جاء الأمور اللي كتظنوا بأنها توصلكم لدرجة المتقين فأنا أولى بها، لأنني أخشى الله أشد من خشيتكم له سبحانه وتعالى. وأيضا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه، ودائما أيضا نرى أمثلة حية له. بعض الناس يزهدون في الرخص، شحال واحد دابا ما عمرو قصر الصلاة، ولو سافر إلى الصين ما عمرو قصر الصلاة، يقول لك لا لا مالنا خويا يعني احنا أربعة ديال الركعات بتغلبنا. هذا من عدم معرفتك بفقه الرسول صلى الله عليه وسلم وشريعته التي أمرنا الله عز وجل باتباعه فيها، فلو عرفتها لأخذت بالرخص، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، هذا من الأمر الذي يحبه الله. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم صنع شيئا ترخص فيه، ترخص فيه، يعني إما تقصير الصلاة، إما التيمم، إلا المسح على الخفين أو شيء من ذلك. هذه الرخص بزاف ديال الناس كيزهدوا فيها، يقول لا ما نديروهاش على مالنا، واخا سيدي البرد نغسلو واخا نموتو. فلذلك لابد أن تعرف فقه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تعرف شريعته والاعتدال الذي جاء فيها، ونهيه صلى الله عليه وسلم عن الغلو وعن الجفاء أيضا، فشريعته بين هذا وهذا. إذن لما ترخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر تنزه عنه قوم. وتصور دابا الرسول صلى الله عليه وسلم خدا بالرخصة، وبعض الناس قال لك لا خلنا ناخذ بالعزيمة، هذا اش فيه؟ لو تأمله المسلم هذا فيه رد على صاحب الشريعة، وأن هؤلاء يعني أتقى لله عز وجل من صاحب الشريعة. يعني انت بغيت تاخذ بالرخصه، لا 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 احنا ناخذ بالعزيمه، احنا بغينا شي اجر كثار منك. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله واثنى عليه، ثم قال ما بال اقوام يتنزهون عن الشيء اصنعه، ما بال اقوام يتنزهون عن الشيء اصنعه. اذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فلا يجوز التنزه عنه. لماذا؟ لانه رؤوف رحيم بامته، وجاء بهذه الرخص من أجل التخفيف، ولم يأتي بها عبثا،
وإنما بوحي من الله عز وجل. قال فوالله، وهذا الشهيد، قال فوالله إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، وهذا الحديث في صحيح البخاري. إذن قضية المعرفة بالله عز وجل وأنها تورث الخوف، هذا أمر ينبغي أن يكون مستقرا في قلوب المسلمين. جاء في حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد. لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قانط من جنته أحد. إذن شوف قضية الاعتدال، دائما يكون في قلب المؤمن خوف ورجاء، والعلماء يقولون بأنهما بمنزلة جناحي الطائر، لا يستقيم يعني سيره إلا بهما. خاص يكون عندك الخوف وعندك الرجاء، بحال جناح ديال الطائر، طائر إذا انكسر أحد جناحيه سقط، وما استطاع أن يطير في الجو. فكذلك المؤمن لا بد أن يكون في قلبه خوف ورجاء في حياته، وأيضا عند النزع الذي يكون فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على بعض الشباب وهو يجود بنفسه، فسأله قال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني والله يا رسول الله إني أخاف ذنوبي وأرجو ربي سبحانه وتعالى، أو كما قال: إني أرجو الله وأخاف ذنوبي. يعني عنده الرجاء في الله عز وجل بأنه يغفر له ما مضى، ولكنه يخاف إذا تفكر في ذنبه الذي بدر منه، من كيشوف الذنوب دياله اللي دازت وتفريطه في جنب الله عز وجل، كيخاف، كيقول إذا يعني حوسبت فإنني أهلك، ولكن إذا نظرت إلى رحمة الله عز وجل رجوت أن شملني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا، يعني هذا الخوف والرجاء، ما اجتمعنا في قلب مؤمن في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. أعطاه الله ما يرجو رحمة الله عز وجل، وأمنه مما يخاف العقوبة على الذنب. فلذلك المسلم إذا عرف ربه عز وجل فإنه يخافه. عائشة رضي الله عنها حينما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آية استشكلتها كما يستشكلها عامة المسلمين: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، خائفة مشفقة. قالت عائشة: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون ويزنون؟ وشو ما هادو؟ هؤلاء هم المعنيون بهذه الآية، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا بنت الصديق، ماشي هذا هو المعنى، ماشي هذا هو التفسير ديال هذه الآية، لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات، أولئك الذين يسارعون في الخيرات. طبعا هذا الكلام ينبغي أن يفهم على وجهه، ليس في ذلك عيب لأهل الصيام والصلاة والصدقة، ولكن هؤلاء لما غلب عليهم الإشفاق والخوف والوجل وخشية الله عز وجل أن لا تقبل عبادتهم، لأنهم يخافون أن يخالطها شيء من الرياء، لأن كل شيء لم يكن خالصا لوجه الله عز وجل فإنه يرد على صاحبه، كما ذكرنا مرارا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. ممكن الإنسان يكون كيصلي ولكن يصلي رياء، يمكن يكون كيصوم ويصوم رياء، مع أن الصوم غالبا لا يفعل إلا بصدق، كما جاء في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه لا مصلحة للعبد في الصيام
وفي إظهاره إلا أن يكون صائما حقا. وكذلك الصدقة وهي يدخلها الرياء في الغالب، في الغالب يدخل الصدقة الرياء، كيتصدق الإنسان ويحاول أن يري الناس صدقته، ما كيتصدق حتى يعرفه، كيقول لهم شوف يلا واش كاين شي كاميرات يصوروني كنتصدق، أنا غادي نعطي لفلان، أنا غادي ولا مثلا حتى إذا مضت الصدقة أخبار بها، تا كيجي يقول إوا البارح مشينا ولقينا فلان مسكين كذا كذا أعطينا شي بركة صدقنا عليه الله يقبل. طيب لما تخبر الناس بذلك؟ ألم تقرأ في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. العلماء يقولون بأنه لو قدر أن الشمال تعي وتعقل ما علمت فعل اليمين، هو كيتصدق باللي من ديالو، وهاد الشمال اللي هي عضو من أعضاء بدنه لم تطلع على ما فعلته يمينه من شدة إخفائه لصدقته. لذلك كان يعني الصالحون إذا أرادوا الإنفاق يعني يعمدون إلى جنح الليل فينفقون سرا فلا يطلع على نفقتهم أحد، كيمشي في الليل ويطرق باب الفقير ويضع تلك المعونة وينصرف قبل أن يخرج الفقير من بيته. كانت لهم أحوال يستترون بعباداتهم كما نستتر نحن بمعاصينا، كما احنا كنجتهدوا باش نخفيو الجانب المظلم في حياتنا ونخفي معاصينا ومنكراتنا، هم كانوا يجتهدون في إخفاء طاعاتهم. فلذلك كانت صلاة الليل أعظم صلاة. واش كاين شي واحد اللي غادي يقوم في الليل في بيته لم يره أحد ويكون بذلك مرائيا؟ لا يفعل ذلك أحد. لذلك هذه هي العبادة ديال المخلصين، كيكون في الليل ما شافوا حتى واحد مع جوج الصباح ولا ثلاثة الصباح، وكينوض ويتوضأ فيحسن الوضوء ويستقبل القبلة فيصلي لله عز وجل ويناجي ربه ويسأله من خيري الدين الدنيا والآخرة. هذه عبادة عظيمة جدا، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين. لكن يعني العمل ديال يعني الجلوة والعمل الظاهر هذا مقدور عليه في الغالب، مقدور عليه في الغالب. ولذلك يعني مما يؤثر عن الشافعي غادي نختم به إن شاء الله، لأن الغالب أننا نجعل هذا الموضوع في جزئين أو أكثر، لأن لجلالته ولكي نوفيه بعض حقه لابد أن نفعل. الشافعي رحمه الله كان يقول أعز الأشياء ثلاثة، أعز الأشياء، العزة هنا بمعنى الندرة يعني قليلة تكون في الناس، أعز الأشياء ثلاثة: جود من قلة. يعني الإنسان إذا بغى ينفق وكان عنده الأموال كثيرة وأنفق، هذا جاء على أصله، لا يجد مشقة في الإنفاق، علاش؟ لأن عنده الخير كثير فيعمد إلى بعض ماله فينفقه في سبيل الله. لكن أن يكون الرجل قليل ذات اليد ومع ذلك يقتسم ما عنده مع من هو أفقر منه، هذا قليل في الناس. جود من قلة وورع في خلوة، هذا هو الشاهد، وورع في خلوة. الورع في الجلوة أمر مقدور عليه. الآن نحن في مجلس علم، نسأل الله أن يبارك فينا جميعا، هل يستطيع أحد أن يأتي أمرا منكرا لا تقبله الطباع وإن كان يسيرا في أعين بعض الناس؟ شي واحد مثلا ممكن يكون مبتلى بشرب الدخان مثلا، نسأل الله أن يعفو عن الجميع، واش يمكن دابا احنا جالسين وجبد هو السيجارة ديالو يشعلها؟ ما يستطعش، لا يستطيع أن يفعل ذلك هنا ولا في المساجد ولا في الحرم. علاش؟ لأنه يوقر هذه الأحوال والناس يرونه وترمقه أبصارهم، ما يستطعش. لكن إذا كان خاليا فهل يستطيع التورع؟ هذا هو الورع الحقيقي الذي هو نادر في الناس، وهو الذي يتكلم عنه الشافعي، وورع في خلوة. حينما تكون خاليا لكنك عرفت الله عز وجل واستشعرت رقابته فخشيته
ولم تجعله أهون الناظرين إليك. راه المصيبة هو أن الناس يعني يظهرون الصلاح في المجالس فإذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، جعلوا الله أهون الناظرين إليهم. لأنه الإنسان انت كتوقر هذا الحاج فلان وسيدي فلان إذا نظر إليك بعين الإزراء واحتقرك وسقطت من عينه، لكنك إذا خلوت في الظلم فإنك تبادر ربك عز وجل بالقبيح وهو يراك. إذن إما أنك لا تعتقد رؤيته لك ولا رقابته عليك وهذا كفر، وإما أنك تجعله أهون الناظرين إليك. فلذلك ينبغي أن يفقه المسلمون هذا. إذن جود من قلة وورع في خلوة وكلمة حق عند من يرجى أو يخاف. كلمة حق عند من يرجى أو يخاف، يقول كلمة الحق عند من ترجوه. شي واحد مثلا طامع في الإحسان دياله ومع ذلك تقول كلمة الحق، ماشي انت حيت طامع في الإحسان تقول وخليه بلا ما نقول له كلمة الحق، خليه لأن لك غادي يقطع لي الموضوع، ما نقول له والو، ما ننصحه، ما نأمره بالمعروف، ما ننهى عن المنكر. وهذا في الحقيقة من الأمر الذي يجري بأصحابه. فلذلك حينما تجد بعض من ينسب إلى العلم يزامل ويرافق يعني من هو مظهر للمعاصي مظهر للمنكرات ويكون معه في حله وترحاله ولا ينصحه ولا يعني يأمره بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، فهذا دليل على أنه ليس بمن فقه هذه المعاني. إذن كلمة حق عند من يرجى أو يخاف، أو يخاف يعني إذا كان الإنسان يعني يخاف إنسانا كخوفه من الله عز وجل ولا يستطيع أن يقول كلمة الحق، فهذا أيضا من الأمور النادرة في الناس أن يكون قوالا بالحق عند من يرجى أو يخاف. إذن هذا الموضوع في الحقيقة موضوع عظيم جدا وجليل للغاية، ولذلك نرجع بقية الكلام عليه إلى الحصة القادمة إن شاء الله، وأسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعل ما قلناه خالصا لوجهه الكريم، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.